يقول صراحة غادي أنه الحمد لله كيكون مريض وماشى فيه وكيكون شي نشاط في أي مدينة، وهو دائما من طنجة إلى الكبيرة كل مرة كيتصل به راني في مراكش راني في الويد، كنتمنى له الله سبحانه وتعالى باش يعطيه واحد الصحة قوية بزاف ويعطيه واحد النصر والتمكين. فالدكتور حسن يعني كيقول دكتور الشيخ سيد حميد السلوي هو رئيس الهيئة الوطنية لمغاربة العالم ولما لا، وكان له شق في الباري كذلك، وهذا من المجهودات ديال الوطنية الغيورة، دائما يؤمن بالوطنية والوطنية تجري في عروقه، هذا أقل من قلوبه.